نرحب ونتشرف بجميع من حضر من علماء وسادة ومشايخ أفاضل وأجلاء وأساتذة أكاديميين ومدراء دوائر ومكاتب سياسية وقادة أمنيين وعسكريين وقيادات لفصائل المقاومة وعوائل شهداء العراق الغيارة من القوات الأمنية البطلة والحج الشعبي وكوادر إعلامية وثقافية، فأهلاً وسهلاً بهم مرة أخرى. تحية وتقدير من جناب الشيخ حسين عبد الأمير مغامس المنصوري البصرة القرنة، يحيي جميع الجهود المبذولة لهذا المؤتمر ويحيي الحضور الكريم. يا عراق، يا موطن الصابرين، أرضك طاهرة لا يدنسها الداعشيون، لا حدود لها ولا باب، لا يطأها الأشرار، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمك. الكلمة الآن يمثل عوائل الشهداء، شهداء الحج الشعبي، يلقيها السيد أحمد عبود المولى المشعشع، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى والسلام على الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. أتقدم بالنيابة عن عوائل شهداء الحج الشعبي المجاهد بالشكر والتقدير إلى خير الناس كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غير شك إن هذا الدعم والاتفاق الإنسانية تقوي الروابط المجتمعية وتمنعه الطمأنينة والثقة والأمان، وتشد من عزيمة مجاهدي الحج الشعبي والقوات الأمنية المسلحة ضد زمر التكفير والإرهاب، وتكون عليهم أشد وطأة وعلى مشروعهم التخريبي، وتزيد من عزيمة من سرعة عجلة الانتصار عليهم. ومن هنا ومن مقتضى معالتنا والإطمئنان عليهم نطالب الجهات المسؤولة الرسمية المجتمعية بالحذر على ثروة مؤسسي هذا المهرجان الخيري في تقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائل الشهداء الحج الشعبي تكريماً وتخليداً لهم وشعوراً طيباً ومواساة لهم، ومن أخرى وتكريماً ذات شكراً وتقديرنا إلى كل من أشرف وساهمه وأيد وبارك مهرجان الخير والعطاء الذي أدخل على قلوبنا السرور والبهجة. جزاهم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.